هذا كما نظمت وقفة احتجاجية للكوادر الصحية والإدارية بجميع المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة بابل. الاحتجاجية مالت اليوم بخصوص قرار 61 اللي أصدره الوزير وزير الصحة، وبالموافقة على صرف الفطورة 100% ورفع التسكين الجار عن شريحتنا المضمونة اللي هي تشمل المهن الصحية والتمريضية والإدارية. الإداريين كانوا مرضين من هذا القرار ونتمنى إضافتهم لهذا القرار. القرار واضح والموافقة واضحة. التسويف المماطلة من قبل وزارة المالية ما نعرف شنو السبب. لهذا نطالب وزير الصحة أن يباشر على هذا الموضوع، وعسى وأن هاي الوقفة الاحتجاجية كتحذير أول لهم أنه يوافقوننا على صرف الفطورة ورفع التسكين.